يمكن شذ انت من الناس اللي بعد غياب رجعتي للساحه الفنيه من خلال اغنيه مكتفي بك، يعني هذا اللي سوت لويا وضجه وسويتي حتى ايفنت لهذه الاغنيه، نتكلم عنها. قصدك اغنيه مكتفي بك؟ نعم. صحيح، انا صار لي فتره مو غياب، هو لانه كنت اطلع، يعني اخر اغنيه ممكن قدمتها هي الاغنيه اغنيه مغربيه الحبه ديالي واعر. هذه الاغنيه كانت ممكن قبل سنه ونص حوالي، بعدها شوي صارت هوايه اشياء، صارت هوايه اوضاع مو زينه سواء بالعراق. فقلتني ما كنت اقدر اطلع وقتها اغاني، وبنفس الوقت بيني وبينك أنا صار لي من 2007 بالساحة الفنية، ف يعني صار لي أكثر من 12 سنة، حفلات وسفرات وطلعات ومهرجانات وألبومات وأغاني وسنجل وفيديو كليبات، وهذا كله كنت أسويه وحدي. يعني صحيح أكو فترة يعني فيها وحدي، فترة أكون مع شركة إنتاج، بس حتى وأني ويا روتانا كنت اني اشتغل على نفسي، اني اختار الاغنيه، برافو عليك، اختار المخرج اللي يصور وياي، اني اكون وياه في التصوير، شنو اريد شنو ما اريد. ف كنت حريصه جدا على شغلي. فجتني فتره حقيقه حسيت انه هوايه عطيت للفن، بس نسيت نفسي، نسيت شذا كانسانه، حياتها يعني ما بقى عندي حياه. صحيح، فالتفتي لحياتك بشكل سفر أكبر. إذا أريد أسافر دا كنت أحمل هم هواية شغل عندي، فما أجد كل سفراتي. فجتني فترة قررت إنه لا، أحتاج إنه أركز على نفسي، على شذا في حياتي الخاصة قصدي، وهذا اللي صار. وحقيقة ارتحت وتعلمت هواية أشياء من هالفترة. المهم يعني أنا أكثر من فنان، حتى كبار يعني، حتى الفنان ماجد مهندس مرة قعدنا ويحكي لي شغلة، يقول لي شذا الواحد الفنان إذا ما عنده شيء مستعد يقدمه، وهو مستعد بشكل كامل إنه يقدمه بطريقة اللازمة، خلي يستنى، خلي يقعد ويستنى إلى أن يكون مستعد فلي إنه يرجع. نعم. بس يرجع بقوة للساحة الفنية، هذا حقيقة اللي صار. نعم. ومثل ما شفتي يعني صار أكثر من ممكن 4 أشهر وأنا دا أشتغل على أكثر من عمل، وكان أولهم أغنية مكتفي بك للشاعرة سمر البحرينية، أريد أوجه لها تحية، ومحمد جناحي وتوزيع محمد مروان جناحي. أغنية جميلة جدا، كلاسيكية، سجلناها وصورناها مع المخرج حسن غدار، بس هم مع الأسف طلع زين شذا. يمكن مع السوشيال ميديا ومتابعه الناس لمثل هذه البرامج المستجده علينا صار لها كم سنه، هل الفنان محتاج لعمل فيديو كليب؟ لان امس كان معنا الفنان القدير احمد الجميري وقال ان الفيديو كليبات انحرفت عن مسارها. شوفي، الفيديو كليب حقيقه قبل كان اهميته اقوى من هسه. نعم. بس أني مع أنه الناس إلى اليوم تحب تشوف أشياء مرئية يعني أكثر ما تسمع. صحيح يحبون يسمعوا، بس يحبوا هم يشوفوا. يعني إحنا إذا لاحظ كلنا على التليفونات 24 ساعة نشوف. نعم. فيديوهات. نعم. نشوف أكيد اليوم الكليب صار يتسوى، أغلبية الأغاني مثلاً الجديدة اللي طلعت تتسوى بطريقة أكثر احترافية، يعني أكثر من قبل، يعني مو صحيح. إخراج وتمثيل. صحيح، كفكرة وكقصة في الفيديو. عفوا؟ نعم. كفكرة وكقصة قاعد يظهر بشكل وايد أبسط، يعني تكون متماشية مع صحيح. الكلمات، يعني ابتعدوا عن الصورة والحركة بشكل كبير. شذا يقولون أنت حاليا قاعدة تحضرين لألبوم غنائي يتكلم عن الفن التراثي العراقي، ويقولون أنت سجلتي من زمان، لكن يعني نبي تفاصيل أكثر، متى الناس راح يسمعونه؟ صحيح، أنا مسجلة أوريدي ألبوم تراث عراقي. نعم.
ويعني حتى إذا أفكر هالفترة ممكن أطلق واحدة من الأغاني منها كسينجل من الألبوم. الألبوم أريد يطلع بفترة نكون حقيقة كلنا مرتاحين. نعم. إنه أطلق أغنية ويعني الناس ما حتركز بيها. إحنا كلنا تركيزنا هالفترة أنت شفتي يعني. صحيح. تركيزنا على هذا الوباء اللي إمتى حيخلص حتى نقدر نعيش. نعم. ونكمل نرجع لحياتنا مثل بالطبيعة. صحيح. فمع ذلك أفكر أطلق أغنية من الأغاني الألبوم تراث العراقي ممكن هالأيام إن شاء الله. إن شاء الله. إلى أن أطلق الألبوم كاملا بإذن الله يعني أقرب وقت اللي حنكون كلنا مرتاحين. صحيح. شذا الألبوم من إنتاجك الخاص؟ هو الألبوم من إنتاجي وسويته سجلته ببغداد قبل سنة. نعم. التقيت مع هو أغاني تراثية عراقية، التقيت مع أهم الكتاب المعروفين جدا. نعم. في العراق والشعراء والملحنين، واخترنا سوا من مكتبة شبكة الإعلام العراقية اللي عندها مكتبة خطيرة جدا في الأغاني التراثية. نعم. فاخترنا 10 أغاني من المعروفين شوية ومن الأغاني اللي مو معروفين هواية. حلو. وإن شاء الله بإذن الله مثل ما قلت راح أطلقهم قريب إن شاء الله. شذا يمكن